انا اعتقده هو جيد واعتقده بشرى ساره بتسمح او بتدعم فكره حريتك في اختيار الخدمه اللي انت عايزها. مين اللي بيقدم لك الخدمه؟ فلان الفلاني مشترك في انترنت الشركه الف ونفسه ينتقل للشركه ب، هو حر. طيب ما هو ممكن ما بينتقلش عشان احسن يكون في رسوم. لا، من هنا ورايح ما فيش رسوم، بس ليها قواعد خد بالك. طيب لو مش انترنت، خدمة المحمول دي ليها قواعد اظن 24 ساعة مع بعض القواعد برضو المنظمة الى ذلك. في حاجات الحقيقة عملها NTRA اكتر من رائعة، او الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعني. القواعد الجديدة لتيسير التنقل ما بين مقدمي خدمة الانترنت الثابت قال لك تصبح في 72 ساعة. احنا هنقعد نحكي في ده، هنحاول نفهم بالظبط ايه هي هذه القواعد المنظمة، خصوصا في ظل شوية حاجات محيطة بيها كانت اكتر من رائعة. اني لاحظت مثلا انه تم الموافقة على اعادة 2 مليون جنيه لناس كانت بتشتكي من مستخدمين الخدمات المختلفة، فيتم إعادة مش 2 مليون جنيه لشخص يعني، لكن إجمالي ما سوف يتم إعادته 2 مليون. احنا معانا على التليفون المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو كما اعتدنا أن نسميه نحن أبناء شركات الاتصالات زمان لما كنت بشتغل فيها NTRA. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا يا فندم، مساء الخير للسادة المشاهدين. مساء الفل، إزاي حضرتك؟ كله تمام؟ كله زي الفل يا فندم. بقى انا زمان كنت بشتغل في شركه من الشركات، او قل الشركه الاولى من غير ما هنسمي، فهتلاقيني فاهم ثلاث ارباع الكلام، لكن ده ما يغنيناش عن ان احنا نفهم بقى من حضرتك. ايه هي القواعد الجديده يا باشمهندس؟ الجهاز تبنى استراتيجيه لحقوق المستخدم، والاستراتيجيه دي كانت مبنيه على اتاحه وحريه الخدمات لجميع المستخدمين، بحيث ان هو يقدر يروح لاي شركه وينقي الخدمه ونقي مقدم الخدمه الافضل بالنسبه له. كويس. طورنا الكول سنتر بتاع الجهاز، ونتيجه التطوير ده كنا بنبص على الشكاوي اللي جايه من المستخدمين ونبدا نعمل لها تحليل، بحيث ان احنا نعمل اطر تنظيميه ونحاول نحل المشاكل الكبيره او اهم المشاكل اللي بيتعرض لها المستخدمين، بالتالي تقل الشكاوي وبالتالي نحل المشكله من جذورها. حلو. لقينا في مشكله كبيره جدا السنه اللي فاتت، وهي عمليه التنقل ما بين شركات المحمول، وكانت بتاخد وقت طويل جدا وكانت الاجراءات صعبه. اصدرنا قرارات الزاميه لجميع مشغلي المحمول، واصبح التنقل ما بين شركات المحمول 24 ساعه، وتطبق القرار ده. لقينا بطريقه اوتوماتيكيه ان الشكاوي قلت نتيجه هذا القرار، وكان قرار بالنسبه للمشتركين كان قرار جيد جدا. يعني 24 ساعه اكون سبت الشركه الف ورحت الشركه ب لو انا عاوز كده، والاقي الخط الجديد شغال معايا و100 فل. مظبوط يا فندم. حلو جدا. وعشان نكمل المنظومه دي، كان مهم بالنسبه لنا ان احنا نبص كمان على الخدمات الثابت، وحللنا الشكاوي لقينا فيه برضو مشكله متكرره من عملاء الانترنت الثابت، تصل الى 56% من الشكاوي الخاصه بخدمات الانترنت الثابت متعلقه بعمليه التنقل ما بين شركه الف الى شركه ب. نفس المشكله، كانت الاجراءات صعبه، وكان في نفس الوقت الاجراءات بتاخد وقت طويل، وبالتالي قام الجهاز بنفس الطريقه باصدار قرارات تنظيميه الزاميه لجميع شركات الانترنت الثابت. هذه الاجراءات بتبسط عمليه الانتقال وتقلل من الوقت، وده الخبر اللي حضرتك اعلنته، وهيفعل هذا القرار بدءا من الغد ان شاء الله، بحيث يكون التنقل ما بين شركه الف الى شركه باء في حد اقصى 72 ساعه. طيب ساعات، وحضرتك بقى اكيد عارف الحكايه دي، ساعات كتير اجي اقول والله طب انا اتنقلت من الشركه دي للشركه دي، او هدخل خط انترنت ثابت من اول وجديد، فلاقي الاجوبه من نوعيه اصل ما فيش خطوط في البوكس. النقطه دي مهمه جدا يا فندم، انا هشرح برضه التفصيل ازاي التنقل، وعشان حضرتك الجزء اللي بتقوله اللي هو ان ما فيش خطوط في البوكس، وحضرتك عارف برضه تقنيا ما فيش حاجه اسمها ما فيش خطوط في البوكس، دي جملة يعني مش صح. تقنيا كل بوكس، كل سنترال ليه حد اقصى. الشركة المسؤولة عن الخطوط الأرضية عملت، قامت بعملية تطوير كبيرة جدا 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 الفترة الأخيرة. أيوه. بحيث إن معظم السنترال أو تقريبا كل السنترال فيها أماكن فاضية، وبالتالي قمنا على حل هذه المشكلة. أيوه. فلو رجعنا تاني بس لحتة التنقل، عشان دي حتة مهمة جدا، لأنها تبتدي من الغد إن شاء الله، يبقى أقول للمواطنين إيه الإجراءات اللي هم يتبعوها في عمليه التنقل. لو عميل جديد ما عندوش خدمه انترنت وعايز يروح لشركه، يروح للشركه اللي هو عايزها ويقدم طلب على خط الانترنت، هتجيله الخدمه بحد اقصى 48 ساعه. ده لو كان عميل اذا جديد. كان جديد. لو كان عميل مشترك في شركه
ما وعايز ينقل لشركه ثانيه، هتتم العمليه على خطوتين. الخطوه الاولى ان يروح للشركه اللي هو مشترك فيها ويقدم على طلب الالغاء وياخد نسخه منه، هتتم عمليه الالغاء خلال 24 ساعه، ولو كان عليه اي رسوم خاصه بالشركه اللي هو مشترك فيها سواء اشتراك او راوتر كارد التقسيط يدفع الفلوس. خلال 24 ساعه هتجيله خط او رقم الالغاء، يستطيع ان هو يقوم بالمرحله الثانيه اللي هي بتاخد بحد اقصى 48 ساعه، يروح لاي شركه من الشركات الاخرى اللي هو بيرغب في الاشتراك فيها ويقدم على طلب الاشتراك، والخدمه بحد اقصى بتصل ليه في خلال 48 ساعه. يبقى كده الاجمالي لو عايز يشترك من شركه لشركه بحد اقصى 48 ساعه، وده كده في اطار حقوق المستخدم اللي انا قلتها لحضرتك، ان احنا عندنا استراتيجيه فيها حاجات كتير جدا من ضمنها الخطوتين اللي انا شرحتهم لحضرتك. في خطوات اخرى زي ما حضرتك شرحتها، لو حابب اشرحها انا تحت امر حضرتك. يا فندم العفو، ده احنا الامر لله سبحانه وتعالى، ده احنا مستفيدين جدا من كلام حضرتك ده. طب انا برضو كان لافت للنظر انه ال كان تي ار اي او كجهاز بتردوا 2 مليون جنيه للمستخدمين، او وافقتم او حكمتم او اقريتم برد 2 مليون جنيه للمستخدمين بعد ثبوت احقياتهم في هذه الاموال. ايه القصه دي؟ ايه هم ال 2 مليون جنيه؟ وايه كانت نوعيه الشكاوى؟ وهيتردوا ازاي؟ يعني هيتردوا من قبل الجهاز ولا كل واحد هيسترد فلوسه من الشركه اللي مشترك فيها؟ طيب احنا زي ما حضرتك بتقول كده، احنا الفتره الاخيره طورنا العلاقة ما بين المستخدم والكول سنتر الخاص للشركات، وبالتالي ألزمنا شركات المحمول إن هي ترد على العملاء خلال وقت معين. لو العميل عنده شكوى أو مشكلة يحلها، لو عنده مشكلة في الفلوس لازم الشركة تردها. وكمان طورنا الكول سنتر بتاع الجهاز. خلال النصف الأول من هذا العام جه للجهاز أو صعد للجهاز حوالي 117 ألف شكوى. كان جزء من الشكاوى دي متعلق بخدمات الانترنت وحليناها، كان في جزء كمان متعلق بمشاكل متعلقه بقوت الشحن والفواتير. الجهاز حقق في هذه الشكاوى ووجد ان في جزء من العملاء من حقهم ان هو حصل ليهم مشاكل خاصه بالفوتره وخاصه بكروت الشحن الخاصه بيهم، واشتركوا في بعض الخدمات ما كانوش اشتركوا فيها، وبالتالي الزم شركات المحمول برد هذه المبالغ كتعويض للعملاء. وصل هذا المبلغ الى 2 مليون جنيه تم رده بالكامل الى العملاء. وفي الحاله دي، وكمان عشان نحل هذه المشكله من جذورها زي ما قلت لحضرتك، احنا دايما الكول سنتر مش الهدف ان احنا نحل الشكاوى بطريقه فرديه، هو وضع قواعد لحل هذه المشكله. صح. اطلقنا كود نجمه 155 شباك، هذا الكود مجاني يستطيع اي عميل يستخدمه. هذا الكود يستطيع العميل منه الاستعلام عن اي خدمه ترفيهيه او اخباريه او قيمه مضافه، يشوف ايه الخدمات اللي اشترك فيها او اللي ما اشتركش فيها، ويستطيع من هذا الكود لو هو حابب يخرج من اي خدمه يخرج عن طريق هذا الكود. اشترك في هذا الكود حتى الان منذ اطلاقه هذا العام، من بدايه هذا العام 8 مليون مشترك. هايل. طب اخيرا يا فندم، مساله اتصال لتلقي الشكاوى بلغه الاشاره مهم جدا. الموضوع اللي حضرتك اتكلمت ده فيه، الاستراتيجيه بتاعت حقوق المستخدم كانت بتشمل جميع الخدمات، وكمان كانت بتشمل جميع افراد المجتمع. عشان تكتمل منظومه حمايه المستخدم عملنا ملف كامل فيه كثير من المبادرات الخاصه باخواتنا من ذوي الهمم. اطلقنا في العيد السابق خط ذوي الهمم، اللي هو كان الخط بيدي 50% من الباقات تخفيض على الباقات سواء في الانترنت او المكالمات لذوي الهمم، وده كانت مبادره لكل الشركات. عملنا كمان كول سنتر بالاشاره لذوي الهمم من خلال الجهاز، يستطيع اي عميل ان هو يتواصل مع الجهاز لحل شكوته بلغه الاشاره. عملنا كمان في المراكز الخدمه العملاء الخاصه بالشركات وافرع الشركات، ارسلنا ليهم ان هم يهيئوا هذه الافرع لاستقبال اخواتنا من ذوي الهمم، ان يكون اولا ليهم اولويه في الحصول على الخدمات والرد الشكاوي، وكمان الاماكن تكون متاحه والفرع يكون مجهز من الناحيه الهندسيه لاستقبال هؤلاء المواطنين، وبالتالي يبقى ليهم حق كامل زي كل المواطنين باذن الله دايما يا رب. انا بشكركم جدا على هذا الجهد، شكرا جدا ليك يا باشمهندس، كل الشكر للمهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع حوكمه السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.